21 اكتوبر 21 يا صحوة الشعب الجبار. احنا اليوم جينا كسودانيين عايزين نوضح للعالم ما يحدث في السودان. ما يحدث في السودان يعني حرب ترتكب فيها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في نهب في سلب في اغتصابات للنساء، ليس فقط اغتصابات، في اختطاف النساء وبيعهن يا جماعة في سوق للنخاسة في غرب السودان. في كم 55 امرأة تم اختطافها من الخرطوم ومشوا هناك. نحن بنناشد المجتمع الدولي اللي أنا بحس بأنه المجتمع الدولي نايم، ما أحس بالمشكلة تحت السودان ولم يساعد السودانيين في هذه المحنة الكبيرة. وبناشد المنظمات الكندية اللي هي بتقدم إغاثات للسودان إنه يعني تشيد حيلة مع المجتمع السوداني، لأنه إحنا بنعاني من ما في كهرباء، ما في موية، ما في خدمات صحية، ما في كل المستشفيات تدمرت وما في أدوية. بنرسل صرخة للعالم لكي يصحو، لكي يقف معنا ويتضامن معنا. يا صحوة الشعب الجبار، يا لهب الثورة العملاقة، يا لهب الثورة العملاقة. الوضع حاليا ان الداتا بتتكلم عن 20 مليون جائع في السودان حاليا، ويمكن ده قبل حتى ما الحرب اللي يحصل فيها الامتداد الريسنت للمدني وفي الجزيرة لمناطق كثيرة جدا. بيتكلم عن 6 مليون طفل متأثر وكمية من الأطفال المالنورش، ولحد حسي in terms of like الدعم العالمي الإنساني للسودان يعني غياب تام، ما في أي حاجة حصلت. الناس دائما بتتحجج أو بتتكلم عن إنه ما في ممرات آمنة، عشان كده أغلب الأورجانيزيشنز والمنظمات ما قادرة إنه يكون عندها عمليات واضحة بتاعة دعم إنساني وإغاثة للمتأثرين بالحرب في السودان. لكن صراحة بعد قريب يمكن أكثر من 9 شهور، أنا داخلة في 10 شهور في الحرب من الحرب، يعني دي ما حاجة مقبولة. كندا دائما اتكلمت في البداية عن إنه هم حابين يلعبوا دور طليعي، ودي الحتة اللي هم بيفتكروا ممكن يساعدوا فيها، الحتة بتاعت الدعم الإنساني، ويتأكدوا إنه المجتمع الدولي يلتزم يعني تفلفل الالتزامات حقته دي، وإنه الدعم ده يوصل للمحتاجين في السودان. وللأسف الشديد لحد الآن ما في أي حاجة من دي حصلت. الحقيقة الجو هنا اليوم بارد، والناس قدرت تقوم بالواجب وتجي هنا لتوصل صوتها للمجتمع الكندي والمجتمع السوداني وجميع الناس المهتمين بالسودان عشان يساعدوا في وقف الحرب دار في السودان. الناس كلها بتقدر انه لا تقف في نهاية للحرب دي اللي يعني دمرت السودان ودمرت المواطنين واستمرت لفترة طويلة. و يعني لأنه نرجع للسودان موحد إن شاء الله. أشعل النيران الحرية، ضارب وحدتنا القومية، من وهج الطلقة النارية، أشعل النيران الحرية، بارك وحدتنا القومية، وعمل من أجل الأمران. دم الغرش واخوانه، من دم الغرش واخوانه، في الجامعة أرضنا مروية، من دم الغرش واخوانه، في الجامعة أرضنا مروية، والشعب العامر إيمانه دم تفور الوطنية.